مساء الخير، بنرحب بيكم في أول ليلة في المؤتمر العام للكنيسة الرسولية بالشربية بوادي النطرون. عندنا إيمان أنه هذا الوقت النهاردة الجمعة والسبت الصبح وليل والأحد صباحا ومساء بنعمة الرب ده وقت مقابلات حقيقية ربنا هيعملها مع ناس كتيرة فينا. بنصلي أن الرب يباركنا في المؤتمر ويبارك كل بيت بيشترك معنا في العبادة. تعالوا نقف مع بعض أحبائي وإحنا بناخد مزمور 57 اللي فيه شعار المؤتمر ثابت قلبي يا الله. تعالوا من فضلكم وإحنا بنقرأ المزمور ده مع بعض، خلونا ناخد عنوان المزمور. يقول هذا المزمور لإمام المغنيين على لا تهلك مذهبة لداود عندما هرب من قدام شاول في المغارة. ده واحد من مزامير المغارة. بيقول في المزمور ده: ارحمني يا الله ارحمني، لأن بك احتمت نفسي، وبظل جناحيك احتمي إلى أن تعبر المصائب. أصرخ إلى الله العلي. شوفوا مين يرفع ايده معايا ويستقبل ده بإيمان. إلى الله المحامي عني، يرسل من السماء ويخلصني، عير الذي يتهممني. يرسل الله رحمته وحقه. يلا مين يقول معايا: نفسي بين الأشبال، حواليك أسود من كل ناحية، الضجع بين المتقدين بني آدم. حتى لو أنت حواليك أسود والدنيا مولعة حواليك، أسنانهم أسنة وسهام ولسانهم سيف ماضي. وبعدين يقول: ارتفع اللهم على السموات ليرتفع على كل الأرض. مين يقول معايا يا رب في اسم الرب يسوع؟ تعالوا نقول عدد خمسة كلنا بصوت واحد: اللهم ارتفع اللهم على السموات ليرتفع على كل الأرض مجدك. يعلن مجدك في المؤتمر ده. هيأوا شبكة لخطواتي، انحنت نفسي، حفروا قدامي حفرة، سقطوا في وسطها. يلا يلا الشعار الجميل اللي أصلي إن هو يوصل لناس كتير مضطربة وخايفة وناس بتعدي في أوقات صعبة. ثابت قلبي يا الله، ثابت قلبي، أغني وأرنم. استيقظ يا مجدي، استيقظي يا رباب ويعود، أنا أستيقظ سحرا. وبعدين يقول: أحمدك بين الشعوب يا رب، أرنم لك بين الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى الغمام حقك. ارتفع اللهم على السماوات وليرتفع على كل الأرض مجدك. فعدكم معايا للسماء وإحنا بنعظم الرب ونباركه. قبل ما ندخل وقت العبادة والتسبيح، مين يقول له الوقت ده وقت خاص جدا يا رب أتقابل فيه معاك، وقت خاص جدا لمعاملات إلهية. امسكي ايد أختك اللي جنبك، ايد شريكة الحياة، يلا كده ايد أخوك، وتعالوا وإحنا مسكين إيدينا وبنتحد. كل عيلة بتشاركنا من بيتها نقول للرب: يا رب سلطانك على المؤتمر، يا رب على العدد الكبير ده، يا رب ما فيش ولا واحد ولا واحدة يفلتوا من حضورك. يا رب تعالى تعالى، فك قيود واكسر قيود وارفع أحمال. يا رب تعالى النهاردة ادي نقلات جديدة حية معاك في المؤتمر ده. يا رب تعالى ثبت الألآن والمضطرب، تعالى اصنع في وسطينا أمر عظيم. يا رب عينينا متعلقة بيك وقلوبنا متعلقة بيك يا رب. شكرا لأنه لا يخزى منتظريك، وإحنا منتظرينك، وعندنا إيمان يا رب، عندنا إيمان إنك هنا، عندنا إيمان إنك عن كل واحد منا ليس ببعيد يا سيدنا الرب. يلا أحبائي الوقت اللي جاي ده للعبادة وللتسبيح، وإحنا في محضر الرب عايزين نقول للرب: إحنا منتظرينك ببركة غير عادية، إحنا منتظرينك تيجي تحط إيدك على كل حد فينا بكيفية خاصة جدا في اسم الرب يسوع. هللويا هللويا هللويا، مجد وإكرام ليك يا رب. تاخد المجد في وسط الكنيسة والمؤتمر ده يا رب، الإعلان إعلان مجدك، إعلان مجدك، إعلان مجدك. ارتفع اللهم إلى السماوات يا رب، وليرتفع على كل الأرض مجدك في اسم الرب يسوع. يلا وإحنا بنعبد الرب مع أخويا الأساس عصام وفريق العبادة وأخواتي المسبحين، وإحنا كنيسة بنحب تسبيح، نمجد الرب في الوقت اللي جاي وإحنا بنقدم ذبيحة خاصة جدا للرب. هاليلويا
هللويا. خلينا النهارده نسبح ونكرم اسم الملك اللي احنا متواجدين في محضره. فخر وشرف لينا نتواجد في محضر الملك، ملك الملوك ورب الأرباب وسيد كل الأرض، ونشترك مع ألوف ألوف الملائكة في تسبيح جلاله، جلاله العظيم المهوب. هللويا هللويا هللويا. بكل مهابة يا رب وتقدير يا رب لحضورك يا رب، جايين قدامك يا رب نقول لك قدنا، نقدم لك يا رب ذبيحة التسبيح لشخصك يا رب. ارفع عينينا عليك يا رب فنشوفك، ارفع عينينا عليك يا رب، حضورك يملى الوقت والمكان ويملى الكيان يا رب. خلينا النهاردة يا رب قلوبنا تتسبي بحضورك يا رب، قلوبنا تتسبي بحضورك، عايزين نشوفك يا رب بالإيمان بالروح القدس يا رب. لمسة لكل واحد موجود وكل واحدة يا رب في الاجتماع يا رب، حاضرين أو مشتركين معانا يا رب، منتظرينك وعنينا عليك، منتظرينك ومتشوقين لشخصك يا رب، منتظرينك يا رب، واثقين فيك يا رب. كل واحد رب واقف قدامك بصفة فردية يا رب، واقف قدامك يسبحك ويعلي اسمك ويعليك ويمجد شخصك يا رب، لأنك مستحق. هاليلويا. خلينا نسبح. أسمع الملائكة تعلن مجد الحمل بثقة أتقدمون. أسمع الملائكة تعلن مجد الحمل، ترنم هاليلويا. فسجدت فسجدت مرنما معها. خلينا نشترك مع الملائكة في تسبيح الملك، خلينا نشترك مع الملائكة في تسبيح إلهنا، خلينا نشترك مع بعض كجسد المفديين لتسبيح الحمل المسبوح. هللويا. مستحق، قول له رب انت مستحق. هللويا هللويا هللويا. بثقة أتقدم أمام عرش النعمة أسجد في محضرك، أعلن مجد لاسمك، مجد لاسمك بثقة بثقة أتقدم أمام عرش النعمة أسجد في محضرك. أعلن مجد هاليلويا هاليلويا.
المسبحين الرب، الساجدين أمام الرب، الهاتفين للرب. احنا متواجدين في محضر الملك المهوب، نسبح اسمه ونعليه. قول له رب أنا واقف قدامك بسبحك يا رب، أي امتياز وشرف وفخر يا رب، أي فرح يا رب ليا وأنا واقف قدامك يا رب أسبحك. هاليلويا 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 Hallelujah.
يا رب اهتف لشخصك من كل كيان يا رب، ما اعظمك، ما اروعك، ما احلاك، ما اجملك، ما اشهاك. خلي الروح القدس يخرج من قلبك تسبيح للحمل، تسبيح للملك، لانه مستحق. فاض قلبي بكلام صالح متكلم انا بإنشائي للملك. لساني قلم كاتب النار. أنت أبرع جمالا من بني البشر. انسكبت النعمة على شفتيك. مستحق يا سيدنا رب، مستحق يا سيدنا رب. هاليلويا. خلينا نقف مع بعض ونقول له: نفسي تغني يا مخلصي. خلينا نقف مع بعض نسبحه ونكرم اسمه. خلينا نقف قدامه بكل مهابة لشخصه. لما أرى نومك وكل
أعظمك يا رب، مهوب جلالك يا رب، عظيم جلالك يا رب، هللويا، حاسين بمهابة حضورك يا رب، واقفين قدام جلالك يا رب، حاسين بمهابة حضورك يا رب. ما أعظمك، ما أعظمك يا رب، أنت العلي، أنت المهوب، أنت السيد، أنت الرب القدير، مستحق يا سيدنا الرب كل مجد، كل إكرام، كل سجود، كل تعبد، كل حمد، كل تسبيح، كل عبادة، مستحق، مستحق. هاليلويا، هاليلويا. خلينا نرنم، مستحق يا يسوع كل المجد والسلطان، كرامة ومجد ليك. خلينا مع ألوف ألوف الملائكة نسبح الملك، كرامة، كرامة ومجد ليك، مستحق يا يسوع كل المجد والسلطان في السماء وعلى أرضنا. مستحق يا يسوع كل المجد والسلطان في السماء على أرضنا. مستحق يا يسوع كل المجد والسلطان في السماء كرامة وبكتي ليك، كرامة
كل المجد والإكرام والسلطان والحمد والتسبيح مستحق يا سيدنا الرب. هاليلويا 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 هاليلويا، ما أعظمك يا سيدنا الرب. هاليلويا، خلوا مع بعض نرنم، زيدوا المسيح تسبيح، علوا الإله بنغمكم، نادوا الأبطال، قولوا قام والموت ملهوش سلطان، وما فيش إلا بدمه ونور الإنجيل بيزيد. عيشوا فرحي السماء أفرح أفرح يلبي.
هاليلويا هاليلويا. النهارده بنفتخر بإلهنا. هذا الشعب جبلته لنفسي يحدث بتسبيحي. هذا الشعب جبلته لنفسي يحدث بتسبيح. مهما كنت بتعدي بظروف ومهما كنت جاي بأمور، حتى لو كنت جاي النهاردة المؤتمر وكان في دموع في عينيك وانت جاي، لكن عايز أقولك إن إلهك حي، إلهك حي وقدير، إلهنا عظيم، إلهنا عظيم، إلهنا قدير. عايز أقولك إعلان خاص إن إلهك حي، إلهك حي، إعلان خاص النهاردة. افتكر إن ليك إله حي، افتكر إن ليك إله حي. مهما كان الأمور، مهما كنت بتعدي، مهما كانت الاحتياجات، مهما كانت الأمراض، مهما كانت المشاكل والضغوط، لكن يسوع إلهنا حي. هاليلويا. حابب نقرأ مع بعض جزء كتابي في ونكمل تسبيحنا. هاليلويا هاليلويا. في سفر الرؤيا في سفر الرؤيا إصحاح 4 من عدد 8 بيقول سفر الرؤيا، ممكن نقول مع بعض، امتلي بالحق ده، امتلي بالإعلان ده إن يسوع حي. والأربعة الحيوانات لكل واحد منها 6 أجنحة حولها، ممكن نقول مع بعض، ومن داخل مملوءة عيونا ولا تزال ليلا ونهارا إيه؟ قائلة قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش الحي إلى أبد الآبدين، الحي إلى أبد الآبدين، يخر 24 شيخا قدام الجالس على العرش ويصرخون ويطرحون أكليلهم أمام العرش قائلين أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. رؤية 5 من عدد 6 نكمل قراية ونعلن، نعلن الحق. وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مسبوح، له 7 قرون و7 أعين، هي 7 أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض. فأتى وأخذ السفر من يمين الجالس على العرش، ولما أخذ السفر خرت 4 الحيوانات والأربعة 24 شيخا أمام الخروف، ولهم كل واحد قصارات وجمات من ذهب مملوءة بخورا هي صلوات القديسين، وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة فسنملك على الأرض. ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف، قائلين بصوت عظيم مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة، وكل خليقة وكل خليقة وكل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر كل ما فيها. سمعتها قائلة للجالس على العرش وللخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين. هو مستحق كل سلطان كل مجد كل تسبيح كل إكرام. هو ده إلهنا اللي احنا بنفتخر بيه، هو ده إلهنا اللي احنا بنعبده. عايز أقولك إن إلهك حي، إلهك حي، إلهك قدير. خلينا نسبح ونفتخر باسمه القدوس النهاردة، خلينا نكرم اسمه ونعليه.
مستحق. خلينا نقول له انت الملك والسيد، انت الملك والسيد. نسبح الوقت اللي جاي تسبيحات فيها نعلي اسم الرب. يا ملك الملوك يا سيد الأسياد، استأذنكم في آخر كام ترجمة كده وإحنا بنقول له أنت الملك، نكرم اسمه وإحنا واقفين مع بعض. يا ملك الملوك يا سيد الأسياد، بنحتفل بفدينا الحي الحي من الأموات، وبعد كده هنرنم للحمل المقام. يا مالك الملوك يا سيد الأسياد، بنحتفل بفدينا الحي. يا مالك الملوك يا مالك الملوك يا سيد الأسياد، بنحتفل بفدينا الحي. Yeah.
مكملين اللي في نظر أعدائه. خلينا نرنم أم حمل الله أم وأقمنا هاليلويا. خلينا نهتف ونفتخر بشخص إلهنا القدير الحي. أم حمل الله. Bye.
هللويا هللويا، مجد للرب. مبسوطين نكون في محضر الله كلنا، وعندي إيمان إن ربنا هو اللي دعينا، وهو صاحب المؤتمر، وهو كبير العيلة، وهو رأس الكنيسة ورأس الجسد. كم حد فينا يديله المجد والإكرام الليلة ويقوله إحنا بنعظمك وبنباركك يا رب لأجل الوقت ده. الرب جايب كل حد فينا بكيفية خاصة جدا جدا، وانا عندي الايمان ان ربنا دعينا عشان يصنع في حياتنا فرق. احنا رائع جدا ناخد وقت نغير فيه جو، ورائع جدا نطلع مؤتمر، بس الاروع ان ربنا يتقابل مع كل واحد وكل واحده ويغيره من جوه. الايام دي صعبه جدا، وايام مليانه تحديات، ما يسندكيش ولا يسندك غير ايد القدير لما تحط في ظهرك وفي ظهرك. صحيح في وسط الازمات وفي مغارة عدلام يطلع داود في أحلك الأوقات بهذا المزمور الرائع: ثابت قلبي يا الله ثابت قلبي. داود في الوقت ده كان في وقت صعب جدا، وشاول بيجري وراه بكل رجالته، ولو طالوا يعني يفتك بيه، بس يجي في الوقت ده يقول له ثابت قلبي يا الله. أنا نفسي قبل رجل الله القسيس سامح دميان ما يطلع، نفسي كلنا نغمض عينينا وقول للرب كده: هيأني عشان استقبل منك كلام خاص. كل حد بيشاهدنا على قناة الكرمة أو السوشيال ميديا، من فضلكم اشتركوا معنا. يلا مين يقول له: يا رب أنا عايز كلام خاص من عندك، عايز إعلان من لدنك يا رب. أنا مش مستني وعظة تبهرني، لكن مستني لمسة تغيرني وتنقلني يا رب. مين مستني اللمسة دي؟ مين فينا مشتاق على الرب؟ يلا اللي مشتاق عليه يرفع ايده للسماء، قول له: اشتقت على لمساتك، واشتقت على ايدك القديره، واشتقت انك تنفرد بيا في وسط بريه صعبه مليانه بتحديات، بريه مليانه يا رب بقهات، لكن انت جايبنا المكان خلاق لنستريح يا رب. شكرا لاجل كل حد دعيته جبته المؤتمر ده، وشكرا لاجل كل حد بيشاهدنا، شكرا لاجل الروح القدس شخص الله العظيم اللي هيدي ابنك كلمات من عنده. يلا كلنا نرفع ايدينا للسماء ونقول له: حط ايدك على الاناء المبارك يا رب، حط ايدك على ابنك القسيس سامح يا رب. اعلانات من السماء في اسم الرب يسوع، كلام من العرش، كلام من عرش نعمتك يا رب، كلام في اسم الرب يسوع يجي يخترق قلوبنا بالروح القدس. احنا منتظرينك منتظرينك. كل حد جاي المؤتمر ده كلمه كلام خاص باعلان يا رب.
شكرا ليك. حط ايدك في ايد اختك اللي جنبك، في ايد اخوك اللي جنبك، قول له بنتحد كلنا يا رب بعددنا ده قدامك، نقول لك في اسم الرب يسوع عشمانين فيك يا رب في المؤتمر ده، في زيارات الهيه مغيره في اسم الرب يسوع. اللي جاي فاتر واللي جاي عاسر واللي جاي صعبان عليه منك واللي جاي مجروح واللي جاي منطرح واللي بقاله وقت في فتور، اتقابل مع كل واحد وكل واحده على حده يا رب. انت في وسطنا، انت في وسطنا يا رب، بجلالك في وسطينا هتصنع معانا فرق في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع. اصلي المؤتمر ده يكون ليه بصمه في قلوب موجوده هنا يا رب. المؤتمر ده في اسم الرب يسوع يصنع نقلات حقيقيه في ناس جايه مشتاقه عليك ومتشعلقه فيك يا رب. زور كل بيت بيسمعنا زياره خاصه، اصلي في اسم الرب يسوع بركه للاسيس سامح يا رب. الإناء ده تحت سيادة وسلطان الروح القدس، تكلمنا من عندك في اسم المسيح. حمايتك على المؤتمر، حمايتك على الأذهان، يربط عدو الخير وتبطل كل مشورة من عدو الخير على المؤتمر، وفي اسم الرب يسوع حصار إلهي حوالين المكان، سور نار حوالين المكان يا رب، ومجد في وسط الجسد في اسم المسيح. ليك يا رب الإكرام ولكل المجد، آمين. هللويا هللويا يا شعب الرب، مجد للرب. احنا موجودين في حضرة الرب. بشكر الرب لأجل الفاضل أسيس سامح دميان. عندي إيمان، أنا شخصيا من سنين ربنا بيكلمني من خلاله بكلام خاص جدا، وإحنا بنصلي لك أبونا الليلة كلام من فوق من عند الرب. رب يسعفك بأفكار وكلمات غير اللي مجهزه، ربنا هيديك كلام من فوق. خلونا نرحب بالأسيس سامح. مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. رب إلهنا إله عظيم قدير، يستحق العبادة، يستحق السجود، لأنه إلهنا، لأنه مخلصنا الصالح، لأنه راعي نفوسنا الأمين، لأنه هو أبونا اللي إيده ماسكة بإيدينا ومكمل معانا. هو الأول والآخر، من أول الرحلة لآخرها هو ماشي معانا، عشان كده يستحق كل حمد كل شكر وكل تسبيح. أبويا الأسيس ناشد، شكرا على الدعوة لحضرتك وللكنيسة، يعني شرف وبركة لي أن أنا أكون بخدم القديسين، وشكرا أنك بتديني الفرصة دي أن أنا أكون بخدمكم في هذه الليلة. الرب يباركك. أخويا الأسيس عصام، أنت عارف غلاوتك عندي، أنا متشرف أن أنا أكون بخدم معاك حبيبي. الرب يباركك ودايما مسحة الرب على حياتك. شكرا للكنيسة، مجلس وشعب وخدام، أنكم أتحتوا لي هذه الفرصة. أصلي من كل قلبي أنه زي ما حضراتكم بتكونوا دايما سبب بركة لي، أكون أنا كمان سبب بركة ليكم، وبصدق من كل قلبي أنه الرب يقدر يتكلم لينا النهاردة. تقولوا أمين يا شعب الرب. تعالوا نقف مع بعض نقرأ من إنجيل يوحنا أصحاح 15 حسب الشاهد اللي محطوط في المؤتمر وترتيبه. النهاردة هنتكلم عن موضوع الثبات في المسيح، فهنقرأ من إنجيل يوحنا أصحاح 15. هنبتدي القراية من عدد 1. أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام، كل غصن فيا لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا في وأنا فيكم. كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا فيا. أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الذي يثبت فيا وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير،
لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً. آمين. يبارك لنا الرب هذه الأقوال. خلونا نرفع قلوبنا دقائق قدام الرب. خلونا نصلي دقائق قدام الرب. غمض عينك، غمض عينك معايا وارفع قلبك للرب. مبارك اسم الرب إلى الأبد. وانت بتصلي أكيد بنصلي من أجل احتياجاتنا ومن أجل الحاجات اللي احنا محتاجين الرب يتكلم فيها لينا، لكن كمان أضف إلى صلاتك، يعني زود على صلاتك الصلوة دي. يا رب مش عاوزك بس تكلمني في اللي أنا بسألك فيه، لكن كمان لو أنت عندك كلمة ليا ابعتها لي يا رب. كلمني في اللي أنت عاوز كمان تكلمني فيه يا رب. صلوا صلوا يا أحبة، صلوا واطلبوا وجه الرب. الرب يقدر يوصل لكل قلب فينا. الله عارف القلوب، الله عارف القلوب. الرب يعرف خفايا القلوب، الرب عارف اللي في قلبك. الرب فاهم أفكارنا من بعيد، الرب عارف كل اللي بيدور في ذهنك. يقدر الرب النهاردة يتلامس معاك بقوة الروح القدس بإعلان خاص. صلي صلي صلي. يا رب بنؤمن أن ما قرأناه هو كلمتك الحية، وكلمتك باقية وثابتة إلى الأبد، ونؤمن أن كلمتك حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. لكننا يا سيد الرب أيضا نحتاج إلى نور واستعلان بقوة الروح القدس حتى تستنير عيون أذهاننا فنفهم المكتوب. يا سيد الرب افتح أذهاننا، أعطي لنا كلمة، أعطي لنا إعلان في الكلمة يا سيد الرب. يا رب وحدك تعرف قلوبنا، وحدك تعرف احتياجاتنا، ونحن يا رب بكل خضوع موجودين قدامك، ونصدق أنك في وسطنا حاضر، أنت موجود في وسطنا يا سيد الرب. لذلك أصلي يا سيد الرب أن حضورك يستعلن لنا يا سيد الرب، فتنفتح عيوننا فنراك، واعطي لنا إعلانا بكلمتك. أصدق يا رب، أصدق أن كلمتك تنجح فينا يا سيدنا الرب. أصدق أن كلمتك تفعل ما يسر قلبك فينا يا سيد الرب. أعظمك لأنك تستطيع أن تستجيب لصلواتنا، لأننا نرفعها في اسم ربنا يسوع المسيح. بحط احتياجي واحتياج إخواتي بين إيديك يا رب، بحط ضعفي وإنسانيتي وبشريتي بين إيديك. ننتظرك تتكلم في وسطنا وتتمم المكتوب. إن كان يتكلم أحد فكأقوال الله، وإن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنح الله، لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح. في اسم المسيح أصلي ولك كل المجد. آمين. قولوا آمين يا شعب الرب. آمين آمين. الثبات في المسيح. الحقيقة الرب بيحط مثل من الحياة العملية الطبيعية اللي الناس بتعيشها وبتشوفها، ودي حاجة من الحاجات الجميلة اللي كان الرب بيستخدمها في تعليمه وفي إعلان الحق. ياخد من الطبيعة، ياخد من الحاجات اللي الناس متعودة عليها، ويتكلم ويوصل بالحق اللي هو عاوز يوصل ليه. ورب لما بيتكلم عن الكرمة، الموضوع موضوع الكرمة الناس كلها فهمها وكلها عارفة، ومش بس لأنها حاجة من الطبيعة من المزارع من اللي الناس عايشاه، لكن كمان لأنه هذا الموضوع حق في كلمة الله. كثيرا ما يتكلم الله عن شعبه أنه الكرمة، وعن هذه الأمة
التي أحبها الله وأراد أن تكون هي إعلان عن حضوره، يقول عنها أنها الكرمة. وفي الحقيقة يوصل الرب بالحق للتلاميذ ولينا وهو بيتكلم في حديثه الأخير معاهم إنه هو الكرمة الحقيقية. وهو بيتكلم عن الكرمة كان يهدف إلى أمر في غاية الأهمية في الجزء ده، هو موضوع الثبات في شخصه عشان يعلن إنه الحياة لن تستطيع أن تستمر في العلاقة معاه دون حقيقة الثبات. وعشان كده يفهمهم منطقي جدا إنه الغصن عمره ما هيقدر يجيب ثمر إن ما كانش ثابت في الكرمة، وده أمر منطقي وطبيعي بيقولهم بنفس الطريقة. لكن كمان في هدف تاني عاوز يوصله، وكأنه بيقول لهم لو بصيتوا على الكرمة كنبات طبيعي من وسط كل الأشجار والنباتات تلاقوا تقريبا الهدف الأكبر والأعم للكرمة هو حاجة واحدة بس، هو الثمر. الثمر ده الهدف الأكبر ليها. فإحنا مش بنشوف ناس تزرع كرمة عنب عشان تاخد من الشجرة دي خشب وتصنع أي حاجات من الحاجات اللي بتصنع من الخشب، سواء أساس أو مراكب أو أي حاجة. يعني الخشب بتاعها ما بينفعش الحاجة خالص خالص، وحتى تقريبا عمره ما بيكون الهدف الكبير لزراعة الكرمة انه يعمل تكعيبة وضليلة كده عشان يعني يقعدوا تحتها. لا، الهدف الأكبر هو، قولوا معايا، هو ايه؟ فلما الكرمة ما تبقاش مثمرة غالبا الفايدة منها ما بتبقاش. وكانوا بيجيب من الآخر في بداية الكلام قبل ما نتكلم عن معنى الثبات، عندنا كم ملاحظة هنتكلم فيها بنعمة الرب، وأصلي أنه الرب يدينا نعمة في الوقت وأقدر أغطي كل الملاحظات. وكأنه الرب بيجيب من الآخر وبيقول إذا كنت أنا الكرمة الحقيقية فأنا عندي هدف واحد قوي، هدف كبير، هو الإثمار. أنا بدور على الثمر، ودي حاجة واضحة جدا في إعلان المسيح عن نفسه، حتى لما شبه نفسه بحبة الحنطة. أنا عاوز أوصل بس الفكرة دي في الأول، وبعدين هندخل في النقاط اللي هنتكلم فيها. عاوز يوصل فكرة عن شخصه. المسيح له كل المجد يهدف دائما إلى حياة الإثمار، الإكثار. فلما حضراتنا كلنا موجودين النهاردة في المؤتمر مع كل حبايبنا اللي بيتابعونا، هي مش فكرة لمة وعزوة وهيصة وزحمة وشعب، لا، ربنا ليه هدف في حياتنا، سواء على مستوى حياتي الشخصية أو على خدمتي أو حياتي الكنسية أو علاقتنا معا كجسد أو الكنيسة العامة، عنده هدف هو الإثمار. حتى لما شبه نفسه بحبة الحنطة وقال إنه حبة الحنطة، حبة، فاكرين الكلام ده في يوحنا 12، قال إن لم تقع، شكرا يا أختي شكرا، إن لم تقع، مين فاكر يقول معايا، حبة الحنطة في الأرض وتموت فهي تبقى، اللي حافظ يقول معايا فهي تبقى إيه؟ وحدها، ولكن إن ماتت تأتي إيه؟ يبقى من الآخر قبل ما نبتدي الوعظة خالص، ربنا ليه هدف في حياتي وفي حياتك وفي حياتك أن نكون مثمرين. قولوا معايا أن نكون إيه؟ مثمرين. يعني القعدة كده زي ما احنا نروح الكنيسة ونقعد ونعيش حياتنا ونقول احنا مؤمنين بدون ما نفهم موضوع الثمر، لا، يبقى محتاجين نراجع نفسنا، وده اللي هنعمله مع بعض النهاردة في الخدمة. تقولوا أمين يا شعب الرب؟ أمين. إيه معنى الثبات اللي يقصده الرب لما بيقول أثبتوا فيا وأنا فيكم؟
حقيقة الراجل يوحنا الحبيب، يوحنا الكاتب، كاتب الإنجيل، هذا التلميذ الذي كان يسوع يحبه، رجل الله هذا هو من الناس اللي تكلمت كتير عن موضوع الثبات. عشرات من المرات يتكلم في كتاباته، سواء في الإنجيل أو بقية كتاباته في الرسائل، يقصد الثبات وراء حاجة مهمة لازم نفهم معناها. القصد من الثبات هو ببساطة بالمعنى العام، يعني لما تدرس الكلمة وأصلها وأصلها اليوناني والكلام ده كله، نوصل لمعنى بسيط عامي أقدر أفهمه أنا الراجل اللي يعني ذهني بسيط وحضرتك ببساطة الذهن نقدر نفهمه ببساطة، هو السكنة الدائمة والحلول المستمر والتواجد بطريقة دائمة. بس صعبة دي؟ ها؟ تقعد تدرس فيها وقت طويل عشان تقدر تفهمها، لكن لما بنبسطها نقدر نفهمها مع بعض. يعني لما بيقول الرب اثبتوا فيا، يبقى يقصد ايه؟ يا اخي خليك معي على طول ببساطة. صعبة دي؟ ها؟ الزق فيا وانا فيك، اديني فرصة ابقى دايما لازق فيك. تعملش الحاجات اللي تخليني مش قادر أقرب قوي منك، وما تدورش على السكك والطرق والحياة العملية اللي دايما تبقى هربان مني. من الآخر أنا الكرمة وأنتم، لا ردوا علي، وأنتم الأغصان. يبقى لازم عشان ندور على الثمر مع بعض، يبقى لازم نبقى لازقين في بعض. نفس الكلام اللي كان بيتكلمه المسيح، له كل المجد، عن حلول الآب فيه وحياة الآب فيه. أنا في الآب والآب فيا، الآب الحال فيا، نفس المعنى ومن نفس جذر الكلمة ونفس الفكر اللي عاوز يقوله الرب لكل المجد، إنه ثبات الابن في الآب وحضور الآب في الابن يخلي الابن دايما بيعمل اللي الآب عاوز يعمله وبيتكلم اللي الآب عاوز يتكلمه، والآب يبقى مستعلن في الابن باستمرار بنفس الطريقة. الرب يسوع المسيح لكل المجد عاوز حضوره يبقى دائم وثابت فيا، وأنا دائم الالتصاق بيه عشان كلامي يبقى كلامه، حياتي تبقى حياته، وتصرفاتي تبقى تصرفاته، واللي على قلبه يبقى على قلبي. كل ده عاوزه الرب في الجملة البسيطة اللي قال أنا عاوزكم تثبتوا فيا وأنا. احنا خلصنا الوعظة كده، ده كل الهدف اللي عاوزين نتكلم فيه، ده المعنى، ده المعنى. بغض النظر عن الأعماق التعليمية والدراسية ولا كل الكلام الجميل ده اللي على راسنا من فوق وكلنا بنتعلمه ونسعى أن نتعلمه، لكن يا شعب الرب، يلي ابتديت تبعد عن ربنا، يلي ليك وقت زي ما كان أبويا القسيس من شوية بيصلي، يمكن واقع في ربنا أو واخد على خاطرك من ربنا، أو جاي يعني متضايق من ربنا في حاجات، يلي ضليت بعيد عنه، يلي دخلت حاجات من العالم خلت فيه فواصل وعوازل بينك وبينه، يلي مش مدي فرصة للمسيح أن يكون حلوله واستعلان حضوره في حياتك، واضح النهاردة لازم تاخد قرار قدام الإعلان ده. المسيح له كل المجد يقول اثبتوا فيا وأنا فيكم. الرب في أصحاح 14 يتكلم عن استعلان الآب فيه، والآب الحال فيه هو اللي بيخليه يعمل هذه الأعمال ويتصرف هذه التصرفات ويتكلم هذا الكلام. ولما دخل في نقاش كده بينه وبين التلاميذ، وكان فيلبس يعني هو اللي واخد
الصدارة في السؤال ده أرنا الأب وكفانا، يجي في الآخر يقول له بصوا أنا بقول لكم أنا مش بعمل حاجة من نفسي، لكن الآب الحال فيا في عدد 10 من يوحنا 14، الآب الحال فيا هو يعمل الأعمال. وبعدين يقول يعني لو أنتم مش قادرين تصدقوا لما بقول لكم الآب الحال فيا، في عدد 11 يقول صدقوني أني أنا في الآب. مين يقول معايا؟ وقولوا معايا بصوت عالي، والآب فيا، وإلا فصدقوني لسبب الأعمال نفسها. عارف يعني من الآخر لما الرب يسوع المسيح يبقى ثابت في قلبي وثابت في قلبك، ولما بقى أنا ثابت في المسيح الحقيقة تصرفاتي وأعمالي وحياتي وكلامي وردود أفعالي وأفعالي هتثبت إنه المسيح فيا وأنا ثابت فيه. وحتى اللي مش قادر يصدق أول ما يشوف الأعمال والكلام والتصرفات يقول لا الأعمال دي ما حدش يعملها إلا لو كان المسيح ثابت فيه وهو في المسيح. على نفس المستوى، أنا بس بغطي المعنى، على نفس المستوى صلاة الرسول بولس لكنيسة أفسس، ويستخدم تقريبا نفس الكلمة ونفس الفعل، يعني لما تدرس في موضوع الكلمات ومعانيها في أفسس 3:17 وهو بيصلي صلوة من أجل كنيسة أفسس، ولهم أنا يعني أنا بصلي أن الرب يتدخل بقوة الروح القدس بعملية سماها تتأيدوا تتقووا تتسندوا، يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن. ده عدد 16. عدد 17 الهدف إيه؟ عاوزنا نتأيد بالقوة ليه؟ يلا نقرأ مع بعض عدد 17. لا قولوا معايا ها؟ ليحل المسيح. سؤال، هو بيكلم مؤمنين ولا بيكلم خطاة؟ ردوا علي يا شعب الرب. هو أنت بتكلم مؤمنين وتقول ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم؟ أيوة، لأنه زي ما اتفقنا جذر الكلمة دي أو معنى الكلمة دي معناها هو السكنة الواضحة بطريقة عملية فعالة. فأنا وأنت مش هنقدر نعلن حضور المسيح وثباته في حياتنا بطريقة فعالة، يعني يبقى واضح وشغال وتصرفاتي خاضعة لي وحياتي خاضعة لي، مش هقدر أعمل ده إن لم يؤيدني الروح القدس بالقوة في الإنسان الباطن. كده فهمنا يعني إيه ثابت في المسيح. طيب الثبات في المسيح لي جانبين، جانب إيماني وجانب عملي، وده اللي محتاج شوية شغل مننا، وده اللي هنركز عليه الدقايق اللي جاية. أمين يا أحبة؟ مركزين معايا؟ أمين؟ علش الجوانب العملية تحتاج مجهود، تحتاج التزام، فيها صعوبة، فيها مرة أفشل ومرة أنجح، فيها بحتاج يتطبطب عليا من ربنا ويقول لي يلا شد حيلك وقوم من تاني، وفيها مرات بيحتاج يمسك بإيدي وابقى ناجح ومتشجع، وفيها مرات يقول لي كلمة توبيخ، كلمة انذار. فالحياة العملية حياة ليست بالسهلة يا أحبائي، من السهل ان احنا نستقبل من الله لمسات تعزيه او لمسات انتعاش او نشوه روحيه، من السهل نستقبل بركات فيها فيض من الفرح واحنا قاعدين في محضره، ومع استقبال هذه اللمسات الالهيه تلاقي نفسنا بتفيض بالفرح والتهليل والشكر. بس الحقيقه بعد اللمسات دي
في حاجة عملية اللي هي حياتي الشخصية، حياتي لما بطلع الشارع، لما بروح البيت، لما بحتك بالناس في العمل، لما بتيجي علي ضغوط التجارب، لما بتيجي علي الآلام، لما بيجي علي الظلم، لما بقاوم شهوات الجسد، لما بقاوم تحديات الحياة الإنسانية، كل ده محتاج شغل ومجهود يا شعب الرب. فالثبات في المسيح لي جزء إيماني، أصدق أني أنا في المسيح، وأصدق أن المسيح فيا، ده إيماني. لكن العملي لا، العملي أحتاج أن أبذل مجهود حتى يكون ثباتي في المسيح فعال بطريقة عملية. طبعا علي دور، ربي يباركك. إزاي يحصل ده؟ هقول حاجتين أتكلم فيهم وبعدين نشوف النتائج بتاعة الثبات ونقضي وقت نصلي مع بعض شوية. إزاي التفعيل العملي يكون؟ إزاي؟ أعمل إيه يعني؟ عشان ثباتي يدوم، ومش بس يدوم، سيبقى بطريقة عملية فعال. لما أقول أنا ثابت في المسيح، مش لأن يعني رفعت إيدي وتهللت وفرحت بالتسبيح أو قلت هللويا في الوعظ، تمام، لكن لما بقول أنا ثابت في المسيح، أعمالي وتصرفاتي تثبت هذا. أول حاجة، الثبات في كلمة الله بحفظها والحياة بموجبها. كلمة الله، الرب لي كل المجد. في يوحنا 14 في عدد 15 يقول إن كنتم تحبونني. حد حافظ مرة تاني؟ إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. يا عم أنا حفظتها منذ ده، أنا بص أشطر واحد في إخواتي، أنت بس ابتدي كده كلمة في الآية ده أنا على طول يعني أكرها لك وأجيب لك اللي قبلها واللي بعدها، وحد تاني يطلع أشطر مني ومنك يقول لك ده أنا أقولها لك بالشاهد بتاعها، حد يبقى أشطر مننا إحنا التلاتة يقول لك ده أنا أجيب لك كمان معانيها ومعانيها في الأصل اللغوي. على عيني وعلى رأسي كل ده، كل ده، بس الحفظ مش هو الصم أو الحفظ في الذاكرة زي ما حضراتكم تعرفون، لكن الحفظ هو الحياة بموجبها، أحفظها، أعملها، أتصرف بموجبها، أعيشها، زي ما حضراتكم بتقولوا الألفاظ الكتير دي، أسلك تحت سلطان حكمها. لما الرسول بولس بيعلم تلميذه تيموثاوس ويقول له كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع، اللي حافظ يقول معايا في رسالته الثانية لتيموثاوس أصحاح 3 وعدد 16 على ما بذكر، إن كان الكلام ده يعني ذاكرتي مظبوطة، يقول كل الكتاب هو موحى به من الله، وبعدين إيه يعمل إيه؟ نافع لإيه؟ أربع حاجات في منتهى الأهمية: نافع للتعليم، التوبيخ، التقويم، التأديب الذي في البر. يعني كلمة الله تعلمني، فاللي أنا جاهله هي تقوله لي. ولما أغلط هي ما تتكسفش مني إنها تقول لي أنت غلطان، طبخني،
ما كانش صح ده، ما كانش صح التصرف ده، ما كانش صح الكلام ده، ما كانش صح اللبس ده، ما كانش صح المكان ده، ما كانش صح المشوار ده، ما كانش صح الخطية دي. يوبخني. يمكن أنا كخادم للرب وقت من الأوقات إنسانيتي تخليني أبقى خجلان إن أنا أكلم حد أكبر مني في القامة أو في المقام أو في السن، أو يمكن شخصيتي تبقى شخصية يعني شخصية خجولة ما أقدرش. لكن الحقيقة كلمة الله عندها السلطان والقدرة والقوة والجرأة أنها توبخ. ولما توبخني على عوج اللي أنا فيه، ركزوا معايا أحبة، إحنا بنتكلم عن كيفية تفعيل الثبات بحفظ كلمة الله. بتعمل إيه فيها الكلمة؟ فالكلمة لما توبخني على العوج اللي أنا فيه تقول لي تعالى تعالى خد خد خد، أنا مش بلطش لك عشان تعيط وتمشي وتسيبني وتبقى مكسور الخاطر، لا تعالى هنا تعالى هنا، ده غلط وأنا عاوزه يتعدل. يتعدل إزاي؟ كلمة الله تقومني. تقومني يعني إيه؟ تعدل المعوج اللي فيه. هتعدله إزاي؟ باستعلان الكلمة. ده يحصل إزاي بدون ما أقرأ الكلمة؟ ده يحصل إزاي بدون ما أفهم الكلمة؟ ده يحصل إزاي بدون ما ألتصق بالكلمة؟ ده يحصل إزاي بدون ما يبقى لي شركة مع كلمة الله؟ طيب العوج ده محتاج شغل ومحتاج وقت، أعمل إزاي؟ ما انت بتقول لي مخاصم ولازم تروح تصالح، بس انا موجوع اعمل ايه؟ طيب ما هو كلمتك بتعلمني ده، طيب اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ انا مش قادر، انا لسه مجروح، انا لسه مضغوط، ما عنديش الجرأة ان انا اخد خطوة واروح اعمل خطوة. دي عملية التأديب الذي في البر. التأديب الذي في البر يعني كلمة الله تاخدني بإيدي، بصوا عليا، تاخدني بإيدي من الوقت، من المنطقة أو الموقعة أو المربع أو المكان اللي أنا فيها الخاطئة، تاخد بإيدي وتقول لي يلا أنا هتحرك معاك عشان نوصل للمنطقة الصحيحة. التأديب الذي في البر هو الأخذ بيدي حتى يقومني ويعدلني ويؤدبني. الهدف ايه؟ نكمل في العدد اللي بعده، لكي يكون، واعتقد انتوا حافظين، لكي يكون انسان الله ايه؟ اثبتوا فيا. الرسول يوحنا وهو بيتكلم في رسالته الاولى اصحاح 3:24 يقول من يحفظ وصاياه يثبت فيه. اهو ده الثبات اهو، وهو فيه. يبقى احنا الاثنين بنثبت مع بعض وفي بعض، وبهذا نعرف انه يثبت فينا من الروح الذي أعطانا. يبقى الثبات فيه يجي بطريقة الثبات في الكلمة، لكن كمان حاجة تانية، مش بس أقرأ الكلمة، لكن أدخل للمرحلة اللي بعدها اللي هي السلوك العملي. أحبائي، على قدر ما كلمة أثبتوا فيا وأنا فيكم وكلمة يثبت فيا وأنا فيه كلمات معزية ومشوقة لمستويات روحية عميقة تعلن عن حضور الرب في حياتنا، على قدر هذه التعزيات، على قدر المسؤولية، أننا نحتاج إلى مجهود خاص جداً أن ثباتنا في المسيح يكون بطريقة عملية. عشان كده الرسول بطرس
وهو بيتكلم للكنيسة في رسالته الثانية أصحاح واحد، ويعلن الإعلان المبارك عن أن احنا صرنا شركاء الطبيعة الإلهية ودخلنا إلى هذه المنطقة الكبيرة المباركة. في عدد 5 من أصحاح واحد رسالته الثانية، ولهذا عينه، ولهذا عينه، حد يقرأ معايا؟ وأنتم حد زعلان؟ ها؟ حد زعلان من اللي بيتقال؟ تزعلش، عارف ليه؟ عارف ليه؟ لأنه اللي بيعلمهولنا الرب ده عشان يوصل للهدف الأعظم من وجودنا على الأرض. أصلي بص من الآخر كده، إحنا زي الكرمة، مفيش حاجة هتكون مفيدة في حياتنا إلا لو كنا مسمرين. لا خشبك هياخدوا منه حاجة، ولا ورقك هياخدوا منه حاجة، ولا في حاجة ممكن تتباع يعني ويجيب تمن ودخل. فإن ما كناش مسمرين يبقى الدنيا خلاص. فما تزعلش مني، وما تزعلش إذا كان الرب عاوز ياخد بإيدك وياخد بإيدي قبلك عشان يفتح رجلينا على حركات جديدة في حياتنا وخطوات عميقة في حياتنا توسع مداركنا وتدربنا أكثر عشان يكون عندنا نضج أكثر وبلوغ أكثر، لأنه الطعام القوي للبالغين الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر. فإحنا بنتدرب، معنى بنتدرب يعني بنبذل مجهود، يعني بنعرق، يعني بنحرق، لكن بننجح. وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا فيه إيمانكم. ويقول 7 حاجات مش هتكلم عنهم عشان ما عنديش وقت أني أنا أتكلم عنهم، لكن حاجات عملية. وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم تعزية وبركة في الاجتماعات وتهليل وسمع ترانيم وسمع عظات، ونبقى يعني آخر انتعاشات وزي الفل. لا 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 لا، كل ده دعم من الله يدعمني بالتعزية والبركة والفرح والانتعاش والسندة والنشوة، يدعمني عشان يقول لي يلا يلا يا راجل شد حيلك عشان عندنا خطوة جديدة عاوزين ناخدها، عندنا تغيير جديد عاوزين ناخده، عاوزين نعلن لكل العالم أننا ثابتون في بعضنا البعض، أنا فيك وانت فيا. ده اللي عاوز يقوله للعالم، ده اللي الرب عاوز يقوله للعالم من خلال الكنيسة. عشان كده يقول له قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعفف، وفي التعفف صبر، وفي الصبر تقوى، وفي التقوى مودة أخوية، وفي المودة الأخوية محبة. كل حاجة محتاجة شغل، بس لما نشتغل الشغل العملي ده نتيجته إيه؟ نتيجته إيه؟ عدد 8، لأن هذه إذا كانت فيكم وإيه؟ أنا ما أعرفش كام واحد فينا بيتململ لما ربنا بياخد بإيده عشان يمشي في سكة جديدة للنضوج والنمو، ولا كام واحد فينا لما ربنا ياخد في حياته خطوة واتنين وتلاتة يقوله بس كفاية بقى خلاص قطعت النفس مش قادر أكمل. لكن الإعلان الإلهي هنا في كلمة الله يقول هذه إذا كانت فيكم، مين يقرأ معايا؟ وكثرت. مرة تانية يا شعب الرب نقول إذا كانت هذه فيكم، و لا نقول بصوت عالي مرة تانية كانت فيكم وكثرت، تبقى بكتير. إيه النتيجة؟ تصيركم لا متكاسلين ولا غير مثمرين. أهو الثمر،
كل ما تكتر كل ما تبقى مثمر أكثر. طيب إيه نتائج الثبات؟ النتائج أول نتيجة تكلمنا عنها الثمر، تبقى مثمر. يعني إيه تبقى مثمر؟ يعني تبقى مثمر. أعظم ثمر يعلن عن حياة الغصن أنه مرتبط بالكرمة أن يكون الثمر من نفس نوع الكرمة. ده أعظم ثمر. فإذا حياتي مرتبطة بيسوع، إذا حياتي ثابتة في المسيح، فالثمر هيكون إيه؟ نفس حياة المسيح، نفس حياة المسيح. ياما سمعنا ورددنا وتشدقنا بالكلمة الجميلة اللي يعني كانت صعبة على بطرس لما تقال له لغتك. بصوا كلنا حافظينها ازاي؟ ايا كان يعني معناها الحرفي في سياق النص يعني، بس انا بتكلم على حاجة احنا حافظينها. لغتك. لو حد فينا من الصعيد مثلا، انا من الصعيد، انا لو حد قاعد جنبي ومسك تليفون بمجرد ما بقول الو ويلاقيني قلبت يقول اكيد حد من اهله بيكلمه، اكيد امه، اكيد اخته، اكيد اخوه. ليه قلبت اللغه؟ ليه؟ ده معناه ايه؟ انه اللي جوايا طلع في ثمر، الثمر ده هو اللغه بتشبه نفس الاصل، نفس الاصل. فإني أكون مثمر ده معناه إن نفس حياة يسوع تبقى فيا. يشوفوا فيا لما يحتكوا بي، يلاقوا تصرفاتي قريبة من تصرفاته، تشبه تصرفاته، أفعالي وردود أفعالي، معاملاتي مع الآخرين. الثمر مش بس أنك أنت تكلم عن الناس عن المسيح وتجيب نفوس للرب، ده نوع من أنواع الثمر، لكن الثمر المقصود هنا ثمر حياتي. يعني إيه؟ يخص الحياة العملية. عشان مرات بنفتكر أنه الثمر يعني أنا أوعظ وعظة فما حدش يجي للمسيح فيها فأنا مش مثمر، وحد يوعظ وعظة فيجيب 20 واحد يقول يعني ده مثمر. ده نوع من أنواع الإثمار في الخدمة، وده غالبا ما بيكون معتمد على عمل الروح القدس في النفوس، لكن الحاجة اللي ليا يد فيها هي حياتي العملية التي تشبه حياة يسوع. فلو ما كنتش ثابت فيه مش هيبقى فيه ثمر. رب يسوع قال للتلاميذ في أصحاح 15 وعدد 16: ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم. وعلى فكرة بالمناسبة قبل ما أقول الشاهد ده، أنا قصدت أقرأ الشاهد اللي هو يعني من عدد 1 في أصحاح 15 عشان موضوع أنتم أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. لما تربط الكلام ده بالعدد اللي قبله تشوف أنه هو بينقي الغصن المثمر. فلأنهم هم أغصان ثابتين في المسيح وبيشتغلوا على حياتهم وبيثمروا، المسيح اشتغل عليهم. ودي واحدة من الزوايا اللي بيتكلم فيها المسيح في الآية دي، إن وأنا بشتغل على حياتكم خلال 3 سنين اللي فاتت، لأنه الحديث ده كان الحديث الوداعي، المسيح بعد ساعات هيسلم،
فقال لهم الوقت كله اللي اشتغلت فيه في حياتكم وأنا ثابت فيكم وأنتوا ثابتين فيا أيا كانت درجة الثبات بتاعة التلاميذ في المسيح، لكن شغله على حياتهم كان بينقي حياتهم، بينقي هذه الأغصان المثمرة عشان حياتهم تثمر أكثر. فأنتم الآن أنقياء، يعني عاوز يقول لهم كده وكأنه بيقول لهم أنا ألمتكم كتير، عارفين التقليم بتاع الكارما، انا اشتغلت واسقصت في حياتكم واشتغلت ليه؟ عشان تثمروا اكثر. عشان كده في عدد 16 يقول لهم ليس انتم اخترتموني بل انا اخترتكم واقمتكم لتذهبوا وتاتوا بثمر ويدوم ثمركم. فالثمر على كل المستويات، على الحياة العملية وعلى الخدمة وعلى إنقاذ النفوس من الجحيم. لكن النتيجة الأخيرة هقولها وهقول وعد لشعب الرب وبعد كده نصلي، وأتمنى ما كنش يعني أخذت وقت طويل. في رسالة يوحنا الرسول الأولى، احنا اتفقنا ان الراجل ده من اكتر الناس اللي اتكلمت عن موضوع الثبات بالفكر اللي احنا بنشرحه. يعني في رسالته الاولى اصحاح 2 وعدد 28، والان ايها الاولاد، مين يقرا معايا؟ مين يقرا معايا شعب الرب؟ احنا خلصنا خلاص، ها احنا خلصنا. مين يقرا معايا؟ والان ايها الاولاد، يلا قولوا معايا، اثبتوا فيه حتى اذا اظهر يكون لنا ثقه ولا نخجل منه في مجيئه. أنا ما أعرفش مدى عمق هذه الكلمات للآخر، بس يقدر الروح القدس ينور لي وينور لحضراتكم بإعلان كلمة الله واستنارة أذهاننا فنفهم العمق. واحدة من نتائج الثبات في المسيح أني زي ما أنا بتكون حياتي مثمرة وقريبة الشبه منه، لما يجي المسيح أنا مش عاوز أكون خجلان، أنا عاوز أبقى ممتلئ بالثقة زي ما سيدي نفسه يقول هانا ذا والأولاد الذين أعطانيهم، زي ما بيقول الرسول بولس يا أحبائي للكنيسة إنه النار ستمتحن. أنا مش عاوز حياتي أعتقد إنها هي مثمرة وأنا كل الإثمار اللي بأثمره بيبقى خشب، عشب، قش، حاجات ملهاش لزوم. أنا مش عاوز أكون مخدوع في مظاهر تظهر أني أنا قريب من المسيح لكن حياتي الشخصية لا تعبر عن هذا. في وقت سنقف فيه أمام كرسي المسيح، في وقت لازم هيبقى فيه حسابات بتتقفل وبتتزبط. بحاول أتكلم بطريقة عامة عشان كلنا نبقى يعني واخدين بالنا من المقصود في كلمة الله. لما تيجي الحسابات تتزبط هيبقى نظامي ايه؟ عشان كده بيقول اثبتوا فيه. هو مش بيقولك اثبت فيه عشان انت تبقى احلى اخواتك واجدع اخواتك، ولا عشان تيجي يعني تقول إني أنا أحسن من الراجل ده لأني أنا أثبت منه، لا،
ده لنفسك، ده لنفسي، مش عشان يحصل أي نوع من المفاضلات بيننا وبين بعض ولا مقارنات ولا نقيس بعضنا على بعض، لكن أنا عاوز أكون ثابت فيه عشان هو يستعلن في حياتي وأنا أثمر ثمر حقيقي للحياة الأبدية في حياتي الشخصية وفي الآخرين، عشان متى أظهر لا أخجل، لا أخجل، لا أخجل. وزناتي أشتغل بيها وأربح بيها، طاقاتي أوظفها للسيد له كل المجد، قدراتي أحطها بين إيديه عشان يثمر فيا فأتغير. حتى الكنيسة يا أحبائي زي ما بيقول الرسول بطرس، وليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة، نعمل إيه؟ نخدم بها بعضنا بعضا. ليه؟ أنه الحقيقة وأنا ثابت فيه كلمته بتعلن ليا أن أنا مش عايش لذاتي لكن عايش ليه ولإخواتي وللجسد. كل واحد للآخر. عشان كده أحبائي كل واحد النهاردة لازم يراجع نفسه فيما بين يديه من إمكانيات ومواهب وملكات ووزنات وعمل إلهي في حياته، بيثمر بيهم، بيشتغل عليهم ولا لا. من السهل جدا نلوم كل الناس عشان ما حدش بيساعدنا، عشان ما حدش بيسأل علينا، عشان ما حدش بيتصل بينا، عشان ما حدش بيقف جنبنا، عشان ما حدش عمل معانا زي ما عملوا مع فلان. من السهل، لكن من الصعب قوي اني انا ازنق نفسي في زاوية مع كلمة الله وأشوف كلمة الله بتقول لي إيه اللي المفروض أنا أكون بعمله وبشتغل بيه عشان حياتي تكون مثمرة، وأشوف إيه المسؤوليات اللي ربنا حاططها على قلبي وعلى حياتي، وأشوف إيه الشغل اللي ربنا عاوز يشتغله فيا وبيا عشان يستعلن حضوره فيعلن أنه فيا حال وأنا فيه ثابت. بيبقى صعب اول ما يجي يزنقني الزنقه دي، استحملش، لكن اصلي من كل قلبي الليله دي ربنا يزنقني ويزنق كل واحد فينا الزنقه المباركه دي اللي تعمل تغيير حقيقي في الحياه. ومن النهارده ناخد قرار اننا نتمم الوصيه التي قالها سيدي: أثبتوا فيا وأنا فيكم. أقول لك وعد رب شجعني بيه، شجعك بيه ونصلي. لو رحنا لكورنثوس الثانية أصحاح واحد وعدد 20 و21، كورنثوس الثانية تعالوا نقف مع بعض نقرأ الوعد ده وبعدين ندخل لوقت كده نتعبد فيه للرب. اقف اقف معايا بنفس الانتباه، اقف معايا يمكن اكمل وعظتي واحنا واقفين يعني، بس يعني لا متخافوش مش هعمل كده. اقف معايا بنفس الانتباه، خد الوعد ده، خد الوعد ده. والرسول بولس بيتكلم عن معاملات الله العظيمة معه في الضيق اللي أصابه
وإزاي تدخلات إلهية عظيمة وهو بيعمل إيه مع الكنيسة. والحقيقة يجي في عدد 20 يقول لأن مهما كانت مواعيد الله فهو فيه النعم، النعم وفيه الآمين لمجد الله بواسطتنا. ولكن الذي قولوا معايا الذي يثبتنا معكم في المسيح وقد مسحنا هو الله. الله يثبتك النهاردة، الله يثبتك النهاردة، الله يعمل عملية التثبيت في حياتك. ودي النعمة اللي قبلها بطرس وأعلنها في رسالته الأولى أصحاح 5 وعدد 10. وإله كل نعمة، إله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم كثيرا هو يكملكم. اللي حافظ يقول معايا ويثبتكم. الله يثبتك النهاردة، تتسند كده وتاخد خطوة مع المسيح انه هو بيثبتك، وانت كمان تقول له وانا همد رجلي واخد خطوة جديدة في العلاقة معاك يا رب. انا همد ايدي ليك عشان تاخد بايدي وتمشي معايا سكة جديدة يا يسوع، عشان يستعلن ثباتك فيا وثباتي فيه. يلا كلنا نصلي، كلنا نصلي. أخويا القسيس عصام استأذنك تعال نقضي دقايق كده وإحنا بنتعبد للرب وإحنا بنصلي. غمض عينك، غمض عينك. ينفع أطلب منك طلب تميل على اللي جنبك أو تميلي على اللي جنبك؟ ميل على اللي جنبك، صلي معاه، صلي معاه. لو أخوك جنبك حاول تمسك إيده، ممكن لو أختك جنبك اعملي كده. يلا تعالوا نصلي مع بعض، تعالوا نصلي مع بعض. صلي صلي صلي. نعم المسؤولية، المسؤولية كبيرة، المسؤولية كبيرة، المسؤولية كبيرة. أنك تأخذ خطوة للثبات في المسيح هذه مسؤولية، أنك تأخذ خطوة، خطوة للحركة نحو عمق جديد، نحو تغيير جديد، هذه مسؤولية، هذا مجهود باذلون كل اجتهاد. الرب عارف انك هتعرى، انك هتتعب، انك هتبذل مجهود، انك هتتخلى عن حاجات، انك هترفض حاجات، انك هتبتدي تتدرب على حاجات، انه راحتك، راحتك هيحصل فيها حركة، انك تخرج دائرة راحتك عشان تنمو نمو جديد، عشان تثبت ثبات جديد. بس الرب هو اللي يثبتك، الرب يقويك، الرب يمكنك النهاردة، الرب يكملك النهاردة. هو يثبتكم، هو يثبتكم. صلي يا أخويا صلي. وإذا ربنا كلمك في حاجة تاخد خطوة فيها، خد قرار النهاردة، خد قرار النهاردة، خد قرار النهاردة. يثبتكم، خد قرار أن تثبت في المسيح، أن يكون المسيح حال في حياتك، حلول واضح، حلول حي متشاف في حياتك، متشاف. وانت كمان تكون ثابت فيه، تبقى متشاف في المسيح، متشاف في المسيح، سلوكك كسلوكه. زي ما بيقول اللي قال انه ثابت فيه، لو انت بتقول انا ثابت فيه فينبغي انه كما سلك ذاك يسلك هو ايضا. عاوز رجلي تمشي ورا رجليك يا يسوع، عاوز رجلي تمشي ورا رجليك يا يسوع. انت تركت لنا مثالا لنتبع خطواتك، عاوز امشي زيك، عاوز اتكلم زي كلامك يا يسوع، عاوز اتكلم زيك، عاوز اتكلم زيك. كلامي يبقى كلام نعمه مملح، كلامي يبقى كلام يسند، كلامي يشدد. عاوز اتصرف زي تصرفاتك يا يسوع، عاوز صورتي تبقى شبهك يا يسوع، عاوز اتغير الى تلك الصوره عينها. من قال انه ثابت فيه فينبغي انه كما سلك ذاك
عاوز أسلك سلوكك يا يسوع. هللويا، أخد خطوة جديدة. بقدم نفسي ذبيحة حية لي مقدسة ومرضية أمامك يا سيدي، وبكسر كل طيب عند رجليك الغالي يجي ويتكسر عند رجليك يا سيدي. مبقاش في حياتي غالي قدامك، أيوك بقدم نفسي ذبيحة حية. ساعدني أحط نفسي على المسبح يا سيدي، مقدسة ومرضية أمامك، وأكسر كل طيب عني رجلي يا سيدي. ما بقاش بحياتي غالي قدامك، خد قرارات في حياتنا زي ما كنا بنرنم. خد قرار، خد قرار. من يعلم، من يعلم أن الرب رتب هذا المؤتمر ليكون بداية جديدة في حياتك في هذه الليلة في هذه الأيام أيضا. من يعلم، من يعلم، من يعلم، من يعلم. يمكن جيت وما كانش ينفع تيجي، بس عشان ربنا عاوز يتقابل معاك النهاردة عشان يجري تغيير. يمكن ربنا عاوز يبتدي تاريخ جديد في حياتك، عشان كده ابتدي 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 ابتدي. خد قرارات مع الرب، خد قرارات مع الرب، خد قرارات مع الرب. لو محتاج مساعدة صلاة، ممكن تصلي مع اللي جنبك يساعدك في الصلاة، أو ممكن ترفع إيدك وحد من الخدام يتحرك لك. لازم تتشجع إنك تاخد قرار بإرادتك، بإرادتك مش بس بالمشاعر. يمكن كلمة الله أنارت ذهننا ويمكن حركت مشاعرنا، لكن لازم إرادتنا تاخد قرارات. خطوة جديدة تاخدها بقرار جديد يغير الأيام اللي جاية،
ايه اللي كنت بتعمله مش هتعمله لانك خدت قرار، وايه اللي ما كنتش بتعمله هتعمله لانك خدت قرار. اشجعك تاخد قرار. هللويا 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 هللويا. والرب بيثبتك، الرب بيقويك، هو في ظهرك، هو ماسك بايدك، هو هيساعدك تمشي السكه. انا محتاج لمسه روحك تغيرني. ايوه يا سيدي. انا محتاج يا يسوع دمك يطهرني. ايوه انا محتاج لمسه روحك تغيرني. صدقني يقدر يجي ويغيرك ويبتدي بدايه جديده. رب حاضر في وسطنا، رب حاضر في وسطنا. وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك بتفك الاسر وحقك بيحررني. وانا لما هاجي واشوفك روحك بيحررني. أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي لخبط برجلي مش فيني. المسكي بسلطانك وريني مجد جلالك، المكان بطريقة غير عادية. كم حد ياخد قرار يا رب ساعدنا تلزق فيك الأيام اللي جاية يا رب. أنا بصرخها النهاردة مع كل قلب مرفوع ليك، ادينا الأيام اللي جاية نتلزق فيك يا رب. يا رب ادينا الأيام اللي جاية في اسم يسوع ما نخطيش ولا خطوة إلا في نور حضورك يا رب، في ملء مشيئتك. أنا بصلي في اسم الرب يسوع لمؤمنين حقيقيين هنا النهاردة يا رب ياخدوا قرارات يا رب بقيادة الروح القدس يعيشوا لك. يلا أحبائي وإحنا كلنا متحدين في القاعة، نفسي أقدم رسالة. لو أنت بعيد عن المسيح أنت غصن ناشف، لو أنت لسه مش غصن في الكرمة تجفي، يقول كده فيجف ويجمعونه ويلقونه في النار. كم حد فينا ياخد قرار يعيش للمسيح الليلة؟ لو في أي حد موجود، أي واحد أي واحدة لسه ما تقابلش مع المسيح مقابلة حقيقية، حياتك في خطر، حياتك في خطر. مين يقول له النهاردة أنا عايز ارتبط بيك وترتبط بيا، عايز اتلزق فيك الأيام اللي جاية، عايز أكون حتة منك، عضو في جسدك يا رب. مين يقول له النهاردة يا رب افتقد حياته وغيرها؟ الرب بيحبك، الرب بيحبك، الرب بيدور عليك، بقالك وقت مبعد عنه، حياتك جفت، ربنا بيدور عليك. عايز أقول النهاردة لو في واحد أو واحدة ربنا جايبه المؤتمر ده بخطة إلهية، أو حد بيسمعنا الرب بيدور عليك الليلة. الرب بيقول لك تعالى أثبت فيك وتثبت فيا، أثبت فيك وتثبت فيا، ونكون إحنا الاثنين واحد. قال المسيح كما أنا والآب واحد، هو بيقول كده ليكون واحد فينا. الرب النهاردة عايزك تكون أنت وهو واحد، تبقى حتة منه. يلا مين النهاردة يقول له أنا عايز أتلزق في الكرمة، عايز أبقى غصن مثمر في الكرمة، عايز الأيام اللي جاية عصارة الكرمة تسري في حياتي.
يلا لو في واحد أو واحدة وكلنا مغمضين عينينا في القاعة نفسه يقدم حياته للمسيح، ارفع ايدك وهتلاقي حد جاي يصلي معك. أمين في اسم الرب يسوع. أمين أمين. كم حد النهاردة يقول له أبدأ معاك بداية حقيقية النهاردة في اسم الرب يسوع؟ ولحد معانا في بيته غمض عينيك وصلي معانا وقول له يا رب بدي لك قلبي وحياتي، يا رب تسكن في قلبي الأيام اللي جاية وأكون ملك ليك، أكون ملك ليك يا رب، أثمر لمجدك. يلا الوقت اللي جاي كمان عايز أنادي على مؤمنين موجودين هنا، الوقت اللي فات ضعفوا وفتروا وانحنوا، في مؤمنين سابوا مكانهم، روح القدس جوه قلبي بيقول لي إن في مؤمنين بدلوا زي زمان ما حصل أطراس الذهب بالنحاس، في مؤمنين سابوا الذهب وبقي بدلوا النحاس، في مؤمنين الوقت اللي فات محبتهم وقعت، محبتهم فترت. لو انت واحد منهم ونفسك ربنا يديك نقلة في العلاقة النهاردة، اقف معايا وقف معايا، يلا تعالوا نقف في الوقت اللي جاي. اي مؤمن محتاج الايام اللي جاي قلبه يولع بمحبة الرب، اقف معايا قول للرب كده، انت وعدت انك تثبتني، وانت وعدت انك تكملني، وانت وعدت انك تمكنني وتقويني، وانا بمسك فيك الليلة يا رب، بمسك فيك الليلة، حط ايدك علي، حط ايدك علي. هللويا هللويا. حضور ربنا مال المكان، حضور ربنا مال المكان. يلا مين يقول له يا رب الايام اللي جايه لا عواصف ولا رياح ولا هموم تاخدني منك، لكن الوقت اللي جاي اكون ثابت وقلبي ثابت فيك يا رب. يلا مين مشتاق لعمل الله في حياته؟ مين يقول له الهب قلبه ولع قلبي بنار حبك من جديد يا رب؟ مين يقول له تعالى 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 ارعش اللي مات، تعالى للعظام اليابسة، تعالى للأغصان اللي لبست، تعالى النهاردة برعش في كل عظام، روحك يملأ كل كان، تعالى وبدد كل أحوال، انهضني يا يسوع. ممكن نقول الكلمات دي مع بعض صلوة من فضلكم، تعالوا نصليها بالروح القدس. بحبك العالي Ooh.
بتحطها قبل ما تطلع من هنا في محضر الله وتتركها، والأمر اللي نفسك ربنا يدهولك في المؤتمر ده وبتصلي لأجله. أنا عايز أصلي بامتلاء جديد بالروح القدس لناس مؤمنين موجودين هنا، عايز أصلي بزيت جديد ومية جديدة لقلوب موجودة في اسم الرب يسوع، عايز أصلي بنقلات حقيقية، نقلات حقيقية ربنا يعملها في حياة أشخاص. نفسي كده كل اتنين تلاتة يبصوا على اتنين تلاتة وراهم كده ويمسكوا ايديهم وتعالوا نصلي مع بعض، كل خمسة ستة قبل ما نختم وقت الصلاة ده، واحنا بنقول للرب اليومين اللي جايين يا رب ومنتظرين حضور إلهي مغير، بديت معنا بالبركة بس عندنا إيمان. يلا كل مجموعة خمسة ستة هيصلوا مع بعض، أنا أؤمن باتحادنا في الصلاة إنه السماء بتعمل حاجة. يلا كل مجموعة فيها واحد أو اتنين كده بصلوات قصيرة، باركوا أخواتكم، باركوهم باركوهم باركوهم، قول لهم في اسم الرب يسوع المؤتمر ده في أمور خاصة ربنا هيعملها، في لمسات خاصة ربنا هيعملها. أؤمن أنه في ناس هنا ربنا هيديهم تحرير، ناس ربنا هيكسر من على حياتهم حرب وقيود، في ناس موجودة في المؤتمر ربنا هيديها زيت جديد في اسم الرب يسوع ومية جديدة. أؤمن أنه في ناس هتعرف الرب معرفة حقيقية في المؤتمر ده، عائلات جاية بأولادها أو جاي بشريك الحياة نفسي يتقابل مع ربنا، ربنا هيديك سؤال قلبك ويديك سؤال قلبك في المؤتمر ده في اسم الرب يسوع. نؤمن 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 انك هنا يا رب، انت صاحب الكرمة، انت الكرمة الحقيقية، انت الاصل، وانت اللي تقدر النهاردة كل الاغصان تديها عصارة جديدة فتسري روحك يا رب، تسري بروحك في الارواح الموجودة في المؤتمر في اسم الرب يسوع. حضورك يغيرنا، حضورك يغيرنا، حضورك يغيرنا يا رب، حضورك يغيرنا، حضورك يغيرنا يا رب. بارك شعبك، بارك كنيستك، بارك يا رب النهاردة كل حد جاي عشمان فيك انك تحط ايدك عليه. هللويا هللويا. لو في حد مريض وسطينا، اي مرضى موجودين هنا ارفع ايدك للسماء، واخواتك اللي موجودين بيصلوا جنبك هيحط ايديهم عليك. لو انت مريضة اخواتك اللي جنبك هيحط، الاخوات اللي جنبك يحط ايديهم عليك، والرب هيلمسك، الرب هيلمسك لمسة خاصة. نؤمن انه في المؤتمر ده في ايات وعجائب في اسم الرب يسوع. الرب يؤيد 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 ويضع يضع يده علينا في اسم الرب يسوع، يضع يده علينا. الرب في وسطنا احبائي، الرب في وسطنا، الرب في وسط الكنيسة. هللويا هللويا يا شعب الرب، هللويا يا شعب الرب. كل حد جاي ياخد حاجة من ربنا، الرب كريم وموجود وسطينا وفاتح ايديه النهاردة لكل عيلة وكل بيت وكل شخص موجود هنا في اسم يسوع. هللويا 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 هللويا. مجدا 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 لأجل كل حد تلمس في حضورك يا رب. يلا وإحنا بنقول له الكلمات اللي جاية، الترنيمة الأخيرة اللي هنختم بيها وقتنا وبنختم بيها اجتماعنا، وإحنا بنقول له قلبي ثابت وأنا وياك. هللويا هللويا. قلبي ثابت وأنا وياك، يرويني يا يسوع بحنانك، حياتي هي رضاك. هللويا هللويا هللويا. يلا نقف كلنا واحنا بنختم بكل قلوبنا قبل ما نسمع التعبيرات اللي جايه. يا رويني يا يسوع بحنانك، حياتي هي رضاك. انت يا ربي فرحة قلبي، انا عارف